اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. الحلقه هذه عندنا اربع اخبار سريعه، ما عندنا اي مقدمات، راح ندخل على الاخبار بسرعه البرق. بعد ما خلصنا من الانترو لازم نسوي اشتراك، لانه في 50% من الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات ما بيسوي اشتراك، يحسب الاشتراك بفلوس وهو الاشتراك مجاني. وقبل ما ندخل في اول خبر ابى اسالك سؤال، ابغاك تجاوبني بصدق وبعدين راح تعرف انا اللي سالتك هذا السؤال. اذا عمر بنتك اقل من 13 سنه، هل راح تخليها تدخل التيك توك وتنزل فيديوهات او لا؟ اكتب لي تحت الكومنتات. اول خبر معنا في هذه الحلقه عن ذا جيم وامينيم. المفروض هذا خبر نغطيه الاسبوع الماضي، لكن للاسف الاسبوع الماضي ما كان في حلقه. ليش؟ لانه انا نزلت اغنيه اسمها ضوء القمر في قناتي حقت ميوزك، لازم تروح تسمعها وتعطيني رايك ونوصل ديك القناه 10,000 عشان ننزل لك اغنيه جديده. يا هلا، قلنا بحضر لك في الوصف وبحضر لك في التعليقات. قادر محسوب على دول البشر بيدعوا ربهم تحت ضوء القمر ظهري واقف. ذا جيم كان في مقابله في بودكاست وقاعد يتكلم، وطبعا لسانك قاعد يزل لانه في الاخير انت في بودكاست. فجاه الحوار اتشخصن، هو ما اتشخصن بطريقه كره، لانه ذا جيم قاعد يقول انه امينيم من افضل الرابرز، امينيم عظيم، امينيم فنان، بس امينيم افضل مني؟ لا، امينيم ما هو افضل مني. هو واضح انه اخرته الحميه وبدا يهايط، يقول انه لا امينيم مو احسن مني. اذا امينيم احسن مني خلينا نسوي تحدي انا وامينيم فريز. I like Eminem. He's one of the fucking good MCs. Great MCs. He rap fella. You know what I'm saying? Ficky, Ficky, Ficky. He do all that shit. Eminem. I used to think Eminem was better than me. What you saying right now? He's not. Challenge. Game. Hey, challenge it. Game, you don't want to go versus against Eminem. Yes, I do. What do you mean? Yeah, I do. The fuck you mean? وللناس اللي ما تعرف ايش هو هذا التحدي، هذا التحدي يجيبوا الفنانين في بث قدام كل الناس ويعرضوا الاغاني الهيت حقتهم واي افضل ومين احسن وفي المهارات، ويطلع واحد فايز. طبعا ذا جيم بيدخل مع امينيم تحدي. اول سؤال راح يجي في بالك، امينيم ايش يستفيد اذا اثبت للناس انه افضل من ذا جيم؟ ولا شيء. بس ذا جيم اذا اثبت للناس انه افضل من امينيم هذا راح يفرق معه، فامينيم اكيد ما راح يدخل مناوشات زي كده يعني. بعد تقريبا باربع ايام صاحب امينيم المشهور روز ذا 59 طلع وقال انه ذا جيم اكيد انه هو ما يقصد بالناحيه الاستهزاء لامينيم، هو بس ما يحب ينهزم، ما يحب احد يكون افضل منه، وهذا من روح التنافسيه كده. كلام تسليكي، كلام ما منه اي فايده، ما يحتاج اكمل لك الكلام. الخبر الثاني عن كانويست. حبيبنا كانويست، كانويست بعد ما سوى الضجة الكبيرة حق دوندا 2 رجع مرة تانية لبيت دافيدسون اللي هو حبيب كيم كارداشيان. وللمعلومية أول صورة رسمية تطلع من كارداشيان مع حبيبها الجديد بيت دافيدسون، صورة مرة غبية وديفيد دافيدسون ماسك حشيش. ما أدري أحط لكم الصورة ولا لا، إذا حطيتها ممكن أقول علامة صفراء، بس ممكن أحطها، ممكن أشوف أنا افكر واخط. في البدايه كان ويس للمره الثانيه طلع واتكلم انه هو غير راضي عن انه بنته تطلع في التيك توك. وجهه نظر كان ويس انه بنته اقل من 13 سنه، فالمفروض اصلا من سياسات التيك توك انه هي ما تكون في التيك توك. فهو قاعد يوكل محامين حاليا انه هم يخرجوها من التيك توك، وبرضه يرفع قضيه على طليقته كيم كارداشيان ان هي سامحه لبنتها انه هي تدخلها التيك توك، وممكن الموضوع يتصعد انه يروح محاكم والبنت راح تعيش مع مين، لانه كانويست مره زعلان من الموضوع. اصلا كانويست هو كاره للتيك توك وشايف انه قاعد يفسد الجيل الحالي، وانا معاها. فهو مو راضي انه بنته وهي صغيره تدخل التيك توك، مو بس تتابع لا وتعمل فيديوهات غريبه. فكانويست مره زعلان من الفيديوهات الغريبه اللي قاعد تنزلها بنته في التيك توك، واضح انه امها ما هي مهتمه بيها، واضح انه الناس اللي حولها ما بيوعوها مع انه هي بنت صغيره، واكيد هي تبي تصير مشهوره في التيك توك. وكانويست اكثر انسان ممكن ضرته الشهره، فهو يعرف انه الشهره في عمر صغير شيء مره راح يضرك بشكل مره كبير، فهو مانع بنته انه هي تصير مشهوره حاليا او تتواصل مع الناس او تصور فيديوهات في التيك توك. وجهه نظر سليمه لكانويست كاب. فين الاشكاليه؟ الاشكاليه انه كيف كارداشيان ما بترد على هذا الموضوع، ودائما تكلمها وما ترد عليه وتصفه او ترد على مواضيع جانبيه، فهو صار مره زعلان وصار يصور محادثاته وينزلها عنده في الانستغرام. فجاه كان ويست صعد الموضوع، صعد الموضوع وقال انه انا ماني راضي انه بنتي اصلا تعيش مع ناس لا يؤمنون بالله، ناس ملحده. طبعا مين الملحد؟ بيت دافيدسون،
يا بيت ديفيدسون على حسب معلوماتي انه هو ملحد، فهو مو راضي انه بنته تكون قريبه من هذا الشخص اللي قاعد ينام مع زوجته السابقه. وبعدين كان ويس فتح موضوع مره ثانيه، نزل محادثه مع بيت ديفيدسون وقاعد يقول انه هو كان يتباهى انه هو ينام مع زوجته قبل ما زوجته تتطلق باوراق رسميه من المحكمه. مواضيع مرة غريبة الصراحة، وكان ويست واضح انه زعلان، وحاليا الجمهور قاعد يتعاطف مع كان ويست على موضوع بنته، انه هو برضه له حق كبير انه يساهم في تربية بنته بالطريقة الصحيحة اللي هو يشوفها. يعني هم منعوه من انه يروح عيد ميلاد بنته قبل كم شهر، وحاليا مانعينه انه يتواصل مع بنته، يمنعها من التيك توك. واضح انه كان ويست قاعد يعاني الصراحة الفترة الحالية، وهذا الشيء يذكرني بحلقة سويتها قبل سنة ونص او سنتين لعنت كارداشيان، انه اي واحد يقرب من هذه العائله حياته راح تتدمر. كنت قاعد اقول انه كان ويست حاله خاصه، بس واضح انه كان ويست حاليا في الموجه. فانا اشوف انه ترافس اشرد لانه راح تورط. الخبر الثالث معنا في هذه الحلقه عن يونغ ثوغ. يونغ ثوغ اعلن انه راح يعتزل قبل ما يكمل 50 سنة، وقال انه عمري 50 سنة ما راح اهتم انه انا انزل البومات او انزل اغاني، ماني فايق انه عمري 50 سنة، عندي اولويات اكثر راح اسويها، مثلا انه اربي عيالي، مثلا انه اسوي شركاتي، مثلا انه اركز على اشغال خارج الميوزك والتواجد قدام الجمهور. فخطته انه عمره 45 50 سنة في هذه الفترة راح يعتزل الراب، وراح يركز على البرودكشن او على شركات الانتاج او على اشياء تدخل له ربح غير الراب، من مبدا انه عمري 50 سنة اني انسان كبير فبني فاضي لصخب الميوزك. رايي الشخصي بكل صراحة، انا شايف انه 50 سنة برضو مرة كثير، يعني اذا عمري 40 سنة وانا قاعد اغني احس هذا الموضوع مرة غريب، احس خلاص عمرك 40 سنة تركز انه انت تروح تصلي تنام تربي عيالك تحاول تشتري لهم بيت، احس هذه الافكار هي افكار 40 سنة. اما 40 سنة انت لسه بتفكر اوه والله يا بنزل البوم، ما احنا انا ما ما ضد الفكرة الصراحة. الخبر الثاني انه ليل دورك اخيرا نزل الالبوم حقه 7220. طبعا الالبوم مرة نار، الالبوم قوي جدا، الالبوم مركز على ليل دورك نفسه، الفيتات مره قليله، التركيز كله على ليل دورك. وليل دورك اخر سنتين قاعد يعيش فتره مره عظيمه من ناحيه شهره. ايش المشكله؟ المشكله انه ليل دورك كان في بودكاست وقال انه صح انه دريك انسان مره مشهور وعنده ارقام مره عاليه وحقق جوائز، بس لما نتكلم عن الحواري، لما نتكلم عن اتلانتا مثلا، شوارع اتلانتا او شوارع لوس انجلوس او شوارع شيكاغو، هناك انا اقوى، عندي نفوذ اكثر وعندي قاعده جماهيريه اكبر. وبصراحه كلامه منطقي بعيد عن العنصريه. الناس اللي بيسمعوا للدورك، الناس اللي بيسمعوا تيرمون سافيج، الناس اللي بيسمعوا للبيبي، ما هم نفسهم اللي بيسمعوا لدريك. دريك رابر عالمي كل الناس بتسمعه، ناس هنا في السعودية بتسمعه، بس دولك الرابرز قاعدتهم الأكبر هي في منطقتهم، في مدينتهم، في الحي اللي عايشين فيه، في المنطقة اللي عايشين فيها، وعندهم نفوذ مرة كبير في الولايات اللي عايشين فيها، وهذا الشيء إيجابي ومنطقي في نفس الوقت. يعني أكيد كجوستافو أنا في مكة مشهور أكثر من الرياض لأنه أنا من مكة، مستحيل دريك يجي يقول لي أنا مشهور في مكة أكثر منك، لا ما أنت مشهور أكثر مني، أو ممكن مشهور أكثر مني، ممكن بصراحة أصير مشهور أكثر مني في مكة. وبس هذه كانت حلقتنا، لايك سبسكرايب انشر حلقة تسعة وتم محتوى ستان ناشر. وإذا ما سمعت أغنيتي ضوء القمر لازم تسمع أغنيتي ضوء القمر في قناتي الثانية قناة الميوزك عشان نوصل 10,000 ونزل أغنية جديدة.